حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 مع مجموعة من المواضيع والأخبار من كل إمارات الدولة بشكل عام وأيضا إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. أحب أمسي بالخير على زميلتي مروة، أقول مساء الخير. يسعد مساك علي ويسعد مساكم مشاهدينا. يا هلا فيك علي ويا هلا فيكم مشاهدينا، وإنما كنتوا تتابعوني عبر برنامج 7 على 7 وعبر قناة الفجيرة. بنكون وياكم إن شاء الله اليوم ساعة وتقريبا ونص ان شاء الله، متاكد صح؟ اجابه نهائيه، اجابه نهائيه لين الساعه 8:30 ان شاء الله على الهواء مباشره. بنتحدث عن مواضيع وايده. علي، شو هالبرنامج الحلو في رمضان؟ طب تسلمين انت، ما شاء الله دوم تشوفيني وتشجعيني، بصراحه انا اشكرك والحمد لله ان البرنامج يعني لاقى قبول عندك وايضا عند الجمهور، وان شاء الله والقادم باذن الله اجمل. طبعا كنا في برنامج بيت الفن في رمضان، وإن شاء الله القادم أجمل في قناة الفجيرة. وفقراتها كانت أيضا وايد جميلة. ربي يسعد تسلمين، وإن شاء الله يعني نقدم كل ما هو جديد وجميل لجمهورنا ومتابعينا من خلال برنامج قناة الفجيرة. والحين بننطلق ويا جمهورنا مع مواضيعنا اليوم مروة، نروح أكيد لأول موضوع، حيث أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إدارتها الإقليمية وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بالوزارة الداخلية حملة وقايتك هدفنا، وذلك ضمن الخطة التوعوية الرئيسية للقيادة العامة لعام 2019 بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة وأيضا نشر ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة اللي حددتها طبعا أو حددها الدفاع المدني لسلامتهم ووقايتهم من مخاطر الحريق. وأيضا يشارك في الحملة عدد كبير من شركاء الدفاع المدني من بينهم الإسعاف الوطني واتصالات وإنجازات وغيرهم، إلى جانب عدد من الإدارات الشرطية ذات الاختصاص العمل في مجال الوقاية والسلامة العامة. نعم مروة، طبعا أفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أن حملة وقايتك هدفنا تعد إحدى حملات خطة التوعية الرئيسية التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتستمر طبعا انشطتها على مدار 3 أشهر متتاليه، تبدا من شهر يونيو وايضا تتواصل حتى يوليو، وتختتم فعالياتها في اغسطس القادم ان شاء الله. ويندرج طبعا تحتها عده مبادرات فرعيه تتمثل في ثقافه التعامل مع الحريق وايضا سلامه المنشاه والتجمهر وسلامه النقل البري والبحري والسلامه في الصيف وايضا السلامه بشكل عام. كما تتضمن الحمله مشاركتين رئيستين مجتمعتين طبعا، هما الاحتفال باليوم العالمي للاسره والاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. فعلا يا علي، وأشار قائد عام الدفاع المدني إلا أن الحملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتكثيف جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم وتعريفهم بكيفية التعامل الأولي مع الحريق بدون تعريض أو دون تعريض أنفسهم للخطر، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة اللي حددها الدفاع المدني في مختلف مناحي الحياة. نعم طبعا، أكد أيضا أن القيادة العامة للدفاع المدني تعمل على تحقيق التوجيه الاستراتيجي لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، وذلك من خلال وضع الخطط التطويرية الشاملة وإطلاق برامج توعوية لتعزيز ثقافة وقاية الأفراد في المجتمع بكافة مستوياتهم وبمختلف الجنسيات وأيضا الثقافات. صحيح، وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن حملة وقايتك هدفنا تم التركيز خلالها على تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وأيضا المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي وإعداد البروشورات والمطبوعات التي يصدرها الدفاع المدني وتوزيعها في أماكن التجمع والمناطق الصناعية والتجارية عن طريق فرق عمل تم تدريبها وتزويدها بكل الوسائل الضرورية لإيصال المعلومة بوضوح للفئات المستهدفة، أكيد بعد الانتهاء من هذيل الأشياء أكيد. نعم. وكل نعم. هذيل الأشياء والأمور جميل أكيد اللي اليوم فيها. نعم اليوم ما شاء الله مروة نشوف أن طبعا كل مؤسسات الدولة الأمنية
والمهتمة بطبعاً أمان الشخص اللي يعيش على هذه الأرض. نعم. طبعاً يدققون في كافة التفاصيل سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى العملي أو حتى في كل المستويات. ونشوف الحمد لله رب العالمين الإمارات يوم بعد يوم قاعد تتطور في الأمن والسلامة، ورغم أن الحمد لله حالياً هي واصلة لمركز عالي جدا ما بين الدول. نعم. الشرق الأوسط والعالم. صحيح. وأيضا الهدف الأساسي للقيادة والدفاع المدني يعني هو أكيد الحد من المخاطر والحفاظ. نعم. على سلامتنا وحمايتنا. شو رأيك نعم تفضل. لا شو رأيك شو نروح لمواضيع حلقتنا اليوم متحمسة وايد نروح كشوت متحمسة. طبعا نتمنى الأمن والسلامة أكيد للجميع ولمشاهدينا. ومثل ما قالت مروة شو رايكم نروح لي طبعا مواضيعنا اليوم ما شاء الله مواضيعنا جميله متحمسه وطبعا مواضيعنا متنوعه. بنروح اكيد للملتقى الصيفي الثاني في المركز الوطني للتاهيل والتجربه الفنيه الاماراتيه اللي اطلقتها مدينه الشارقه للاعلام شمس بالتعاون مع شركه عرب فورمات لاب، وايضا مبادره المقهى التربوي ومحاضره بعنوان احتويهم لتحميهم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للأب مبادرة عزوتي أسعدت آباء 370 موظف في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. وأكيد بنروح لتفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن الإقامة الذهبية. طبعا هذه مواضيعنا اليوم، والحين بنطلق ويا مشاهدينا أكيد لأولى فقراتنا. وين بنروح؟ بنروح للملتقى الصيفي الثاني في مركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، فترة الملتقى للذكور من تاريخ 7 يوليو إلى 18 يوليو، والإناث من تاريخ 21 يوليو إلى 1 أغسطس. طبعا معانا على هذا الموضوع مباشرة الأستاذة ليازية أحمد، طبعا مثقف صحي في المركز الوطني للتأهيل وإدارة الصحة العامة والبحوث. أهلا وسهلا فيك أستاذة ليازية. أهلا وسهلا أستاذ علي، حياك الله. سعيدين جدا بوجودك معنا، وبداية نود أن نتعرف معك ومع المشاهدين بنبذة عن الملتقى الصيفي الثاني وأيضا التطورات اللي طرأت على هذا الملتقى في النسخة الثانية. أولا باسمي وباسم المركز الوطني للتأهيل نشكر لكم الاستضافة وحرصكم على توعية ونشر المبادرات والفعاليات القائمة في الدولة. طبعا دائما يسعى المركز الوطني للتأهيل دائما إلى خفض مشكلة الإدمان بالدولة عن طريق تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية دائما تكون مبتكرة. طبعا الهدف هذا من ذلك إلى حماية المراهقين والشباب من الوقوع في مخاطر هذه الآفة. طبعا ومن هذا المنطلق نظمنا الملتقيات الشبابية، فنظمنا الحين الملتقى الصيفي الثاني اللي راح يكون من تاريخ 7 يوليو كما ذكرت إلى 1 أغسطس للطلاب والطالبات. الهدف الأساسي من هذا هو أن نحن نسقل مهارات المشاركين وتنميتها بمهارات حياتية تقدر تساعدهم فيها على الابتعاد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإضافة إلى ذلك تعزيز قيم المواطنة الصالحة والانتماء للوطن لديهم. أستاذة ليازية، خبرينا عن البرامج اللي بتنطرح في الملتقى الصيفي الثاني. طبعا البرامج اللي راح تنطرح هذه المرة راح تكون متنوعة أكثر وتشمل على محاور كثيرة من في محاور المهارات الحياتية، نفس التعامل مع المشكلات والتوترات اللي تواجه المراهق، وكذلك مواجهة خاصة في هذا السن اللي هو نحن مختارين سن 14 إلى 16 ضغط الأصدقاء السلبي، وكيف كذلك يكون قائد ناجح وكيف اكتشاف الذات. وركزنا أيضا على التوعية بهذه آفة الإدمان وتشمل بالتعريف بمرض الإدمان والأضرار، ومخلينها أكثر بشكل مناقشة مع الطلاب. نعم. وأضفنا إلى ذلك كذلك نوع من الترفيه، يعني رحلات الترفيهية وجوائز للمشاركين تشجيعهم للمشاركة في هذا الملتقى. نعم. أستاذة ليازية، نود أن نتعرف معك أيضا ما هي الفئات العمرية المستهدفة وأيضا كيفية التسجيل في هذا الملتقى؟ أنا كما ذكرت لكم نحن مستهدفين اللي هو من سن 14 إلى 16 سنة. نعم. وشاملين جميع المواطنين والغير مواطنين في الدولة. نعم. طبعا ركزنا على هذه الفئة ليش؟ لأن لها خصائص وأهمية مختلفة عن باقي الفئات العمرية. ليش؟ لأن أغلب السلوكيات الخطرة تبتدي في هذا العمر كبداية استخدام السجائر والمدواخ وغيرها من هذه السلوكيات، فنحن ركزنا بهذه الفئة العمرية. نعم. أستاذة ليازية أحمد، مثقف صحي في المركز الوطني للتأهيل إدارة الصحة العامة والبحوث، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. أنا أحب أشكركم على الاستضافة. يعطيك العافية. شكرا.
وأكيد مستمرين مروة مع مشاهدينا. بنطلع لهذا الفاصل الصغير وبعدها راجعين، خليكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ويانا في برنامج 7 على 7، والحين لمحاضرة بعنوان احتويهم لتحميهم. طبعا جاءت هذه المحاضرة تحت تنظيم جمعية أم المؤمنين بعجمان بالتعاون مع مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، وتقام المحاضرة في 26 يونيو ولا يوليو 2019. انتي مكستي ما شاء الله الشهرين، ما شاء الله الحين الجمهور ضاع، يعني يونيو 26 يونيو. طبعا بتكون طبعا هذه المحاضرة بمقر جمعية أم المؤمنين مثل ما ذكرنا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. المزيد خلونا نرحب بضيفتنا الدكتورة ميساء سليمان، طبيبة أسرة في مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة. حياك الله دكتورة. اهلا اهلا فيكم. الله يحفظك، سعيدين جدا بالعافية. اهلا وسهلا فيك. اهلين. يا مرحبا بك. بداية نود اكيد ان نتعرف معك ومع المشاهدين عن هذه المحاضرة احتويهم لتحميهم. الحقيقة هي المحاضرة هي لتوعية الاهالي، نعم، لحماية اولادهم من اي خطر بيتعرضون، بس خصوصا المخدرات الحقيقة. فهي كانت المحاضرة بتحكي بالبداية كتعريف المخدرات، بعدين تعريف الإدمان، بعدين الأعراض اللي بتظهر على الطفل أو الشاب أو المراهق اللي بتخلينا نلفت، يعني يلتفت انتباهنا أنه هذا الولد صار في عنده شيء بحياته، صار في عنده مشكلة. الأعراض العامة يعني اللي بتظهر على المراهق أو الشاب اللي بتلفت نظرنا لهالموضوع. بعدين اتطرقنا بالمحاضرة لأنه شو تأثير، شو السم اللي بيعمله المخدر كمواد مخدرة أو كتعاطي كمتعاطي، التأثيرات على الجسم، يعني التأثيرات على الفرد. كمان حكينا عن التأثيرات على الأسرة، شو حيصير بالأسرة بعدين. بعدين انتقلنا لموضوع أكبر اللي هو تأثيرات على المجتمع، على البلد ككل. يعني بالإضافة لهذا كله أعطينا بعض نصائح للأسر، للأباء، للأمهات، حتى يتفادوا وقوع أبنائهم بهذا الموضوع. لهيك إيش عنوان المحاضرة، يعني لنحتويهم، لنحتوي أولادنا ونحميهم من هذا الخطر الحقيقة اللي هو عالميا كتير مرتفع ومنتشر عالميا. نعم. إنزين شو المحاور اللي بيتم طرحها؟ المحاور مثل ما قلت لك هلا قبل شوي هي تعريف انه شو هي المواد المخدره، لانه عندنا انواع للمخدرات. نعم. تعريف الادمان، انه شو يعني انه مدمن، صار الجسم بحاجه دائما لياخذ نفس الماده الدوائيه وبيصير عنده اعراض سحب. شو يعني اعراض سحب؟ هي اعراض انه اذا ما اخذ هي الماده بيصير عنده اعراض بجسمه، اللي هي احيانا بتوصل لحد نوبات صرع بالدماغ، احيانا بتصير انه هو صار عنيف، صار بده يكسر. المهم انه يحصل على هالماده اللي جسمه تعود عليه. نعم. المحور الثاني هي الأعراض اللي ممكن الأم أو الأب أو حتى المدرسة إنه تلاحظها على هالشخص هذا اللي هو بيتجلى. هلأ حنحكي إنه شو هي أكثر الأعراض اللي تخليها يعني نعم. يلتفت نظرنا لها. نعم. الموضوع الأخير أو الآخر شيء حكينا بالمحاضرة إنه شو هي النصائح اللي نحن كأبهات يعني أمهات في البيت إنه نشوفها عند أولادنا لنحميهم من هالخطر وندرأ هالشر عنهم. الحقيقة هو شر وكبير طبعاً، يعني أعوذ بالله منه. خلينا نروح لأضرار المخدرات وكيف أنها تأثيرها على أعوذ بالله لمتناولها، كيف تؤثر عليه بشكل مباشر؟ طبعا بدها تأثر عليه بشكل مباشر، لأنه أول ما بياخذ المادة المخدرة، مثل ما أنت بتعرف أنه المخدرات هي أنواع. نعم. في عنا مخدرات طبيعية مثل القنب ومثل الحشيش ومثل الهدون، وفي عنا مخدرات صناعية، المورفينات ومشتقاتها وإلى آخره، هي تستخدم يعني بشغلات صناعية طبية لتخفيف الآلام وإلى آخره، ولكن هي بسوء الاستخدام تؤخذ يعني خارج الإطار الطبي وبتعمل مشاكل صحية. نعم. أول شيء خلينا نحكي اللي هو أهم اختلاط أو أهم شيء بتأثره هو بالدماغ، بيصير عندنا أهلاس، بيصير هو عنده فقدان بالذاكرة، هو ما عنده تركيز، هو عنده تشوش بالنسبة للزمن وللمكان، حتى رؤية الأشياء هو ما نو مركز فيها. بتضر كمان جهاز الدوران، جهاز القلب الوعائي، بتأدي لزيادة واضطراب في ضربات القلب، بتأدي لارتفاع الضغط الشرياني بالجهاز الهضمي، بتصير في عنا اضطرابات كتيرة بالجهاز الهضمي من اللوعة أو ما يسميه النوزيا والإقياء، بتوصل كمان بتضر الكبد، لأنه مثل ما بتعرفوا يعني السموم اللي
عم تفوت كمادة مخدرة بتضر الكبد، بتأدي أحيانا لتليف الكبد. ناهيك عن المخدرات اللي تأخذ عن طريق الحقن الوريدية، إنه هي معناتها حتسبب لي أمراض منتقلة عن طريق الدم مثل هيباتيتس سي ولا بقية الأمراض مثل الإيدز، بينتقل عن طريق الدم من حقنة من حدا لحدا بدون أي تعقيم بدون أي وسيلة. زائد في ناحية كمان أخرى بدنا نحكي عنها، هي التأثير السيء على الناحية الجنسية بالنسبة للكبار، يعني هي تأثير سلبي قطعيا. فهي أهم أعراض أو أهم أضرار بتسببها المواد المخدرة لشخص كفرد. نعم. يعني أنا عندي الجهاز القلبي الدوراني، الجهاز الدماغي، الجهاز الهضمي بما فيه الكبد. الناحية الجنسية هي المخدرات بتعطب هالأجهزة كلها يعني. نعم. الحقيقة أكيد في أثار اجتماعية خلينا نقول سلبية على هذا الموضوع اللي متناولي المخدرات. أكيد. خبريني عنها. يعني الآثار، أول شيء بدنا نشوف أنه هذا الولد أصلا هو تراجع، لنفترض أنه هذا الشاب تراجع بتحصيله الدراسي كونه قلنا تأثيراته على الدماغ، زائد أنه أصلاً هو بيفوت بمرحلة الكآبة، هو بده ينعزل عن المجتمع، هو بده يغير الرفقة تبعيته أصلاً. هي الشلة القديمة خلاص ما عاد بدنا إياها. نعم. صرنا مع شلة جديدة والعياذ بالله، يعني هي الشلة هي اللي بجوز قادته أو إلى آخره. زائد أنه حيصير في تفكك أسري، يعني ابتلاء صراحة، ابتلاء أنه حدا يكون شاب أنه متعاطي للمخدرات، أكيد حيصير في تفكك أسري، ما في مجال للكلام، فهو ضر بأسرته. بالنسبة للأضرار تبع المجتمع هي أضرار أكبر بكتير أكيد، لأنه هو أصلاً ما عاد ركز، هو خفت إنتاجيته، فهو صار إنسان غير منتج، بالعكس هو عالي على المجتمع، لأنه في يعني صار بقى بدنا نأمن مراكز رعاية ومراكز إعادة تأهيل بدل ما نأمن مستشفيات ومدارس وتعليم وإلى آخره، صار بدنا يعني هي نرجع. هدر للناحية الاقتصادية. نعم. أيوة هي هدر ومكلف الحقيقة. زائد إنه هو قلت إنتاجيته، زائد انتشرت الجريمة. ليش؟ لأنه أي حدا بده يكون مدمن فقد عقله، مو بس هو اصلا ما عنده محاكمه عقليه الحقيقه. نعم. ما عنده هذا الوعي إدراك. او ادراك ما صحيح. عنده ادراك، ما عنده ذاكره، ما بيتذكر شيء اصلا، هو مو شايف الواقع اللي هو عايش فيه بصوره صحيحه، وهو كرهان كل الناس، هو بيصير بينطوي وبيعتزل احيانا، بيوصل لمرحله الانتحار. وكثير بنشوف من الناس المدمنين سواء بالمسلسلات او بالافلام انه بيؤدي بالنهايه تناول جرعة زائدة، أو هو بالأصل بده يموت ليخلص من من هالإحساس اللي هو أصلاً عايش فيه. فهي أضرار مجتمعية الحقيقة كتير كبيرة، هي مرهقة اقتصادياً واجتماعياً، هو غير منتج، هو سمح لتفشي الجريمة بالسرقة لأنه صار بده يسرق أو ياخذ أشياء ثمينة. نعم. ليشتري فيها المواد المخدرة. نعم. لأنه هو مع الوقت الموضوع مو انه ما يعني مادة فاتت على الجسم، صارت قصرة المادة، يعني قصر الزمن لياخذ هي الماده، زائد بدها تكثر الكميه لحتى يستجيب جسمه عليها. صحيح. فهو صار عبد مامور لهالماده المتعاطيه، فتفشت الجريمه، تفشت الاعتداءات الجنسيه، تفشت السرقه، صار هو غير منتج، صار هو مستهتر، هو مكتئب، هو منعزل، هو منطوي. طبعا هذا بيأثر بإنتاجية والنهضة والحضارة كلها، بيأثر. نعم. هذا طبعا. نعم. نرجع للأسرة، أكيد دورها مهم جدا في أكيد. اكتشاف الولد هذا أو الشاب اللي تعرض لهذا، يعني لهذا المخدر في بداية الرحلة خلنا نقول، وكل ما اكتشفه قبل كل ما كان أفضل لهذا الشاب، حيث أنه يوجهونه لأماكن متخصصة لإعادة تأهيله. شو هي العلامات الأولى اللي ممكن يكتشفها الوالدان أو حتى الأهل بشكل عام على هذا الشاب؟ حقيقة في كتير علامات، بس أهم شيء لازم نركز أنه هذا الشاب تراجع تحصيله الدراسي مثل ما حكينا أول. نعم. أول شيء نعم الدراسة، الدراسي تراجع تحصيله الدراسي، زائد صار في عنده زيادة عزلة وانطواء، زائد صار في شحوب بالوجه، صار في نقص بالوزن، لأنه أنا قلت لك قبل شوي أنه هو صار في عنا اضطرابات بالجهاز الهضمي. صحيح. وأقياء، فهو أصلا قلة الشهية تؤدي إلى الوهن العام، هو ما عم يأكل منيح، هو عايش على المواد المخدرة. نعم. تمام. فهو يعني ضعف التحصيل الدراسي، زائد الشحوب، زائد الاستهتار، زائد عدم اهتمام بالمظهر الخارجي، زائد الانطواء والعزلة، الرفقة غيرون، السلوك أنه صار هو عم يسهر كل الليل وبينام وبعمق كل النهار. أحيانا بنشوف علامات بتظهر أنه مثل الرجفان بالإيدين أو حتى الرجفان بالفك، علامات النرفزة والتعصيب لما بيكون صار وقت المادة المخدرة وهو ما أخذها، فيعني قطعيا هو رح يصير نرفوز وعصبي، سلوك غير معتاد،
زائد احيانا بنشوف علامات على الجسم بالذات، مثلا في المخدرات اللي تأخذ عن طريق الأنف بالشم مثلا، رح يكون في إلى آثار بالأنف وبغطية الأنف وأذى لمغطية الأنف والجهاز التنفسي. زائد المخدرات بتتاخذ عن طريق الوريد بالحقن الوريدية بتترك علامات، يعني هي علامة واضحة بتكون من أخذ الأبر والحقن الوريدية المخدرة بالوريد، بتكون واضحة أكيد واضحة. فهي بشكل عام العلامات اللي ممكن انه نشوفها. نعم. على الشاب او المراهق او المتعاطي. شو وسائل المعالجه للمدمنين المتوفره؟ صراحه في كثير وسائل. هلا نحن يعني الحمد لله هون في مركز التاهيل الوطني، هذا المركز كثير يعني التطور تبعه عالي وبيتعامل بنقاط اللي هي التعاطف، اللي هي الاحترام للمريض، اللي هي السرية، لأنه أنت بتعرفي أنه نحن بمجتمعاتنا يعني سمعة المتعاطي هي ما سمعة كويسة. صحيح. فهو لازم يكون حافظ سرية، زائد المحاسبة أنه هو أنت يعني ليه تعاطيت أو كذا، إذا إجا طوعا مثلا هو لا يحاسب أو لا يسأل. فإذا نحن عندنا مركز التدريب التأهيل الوطني، مركز التأهيل الوطني هذا بيعالج. طبعا في مراكز متخصصة لعلاج الإدمان اللي هي إلى مراحل، هي أولا نزع السموم، اثنين التخلص من أعراض السحب. طبعا هي التخلص من أعراض السحب حكما لازم تكون بمراكز تأهيل ومراكز متخصصة للإدمان، لأنه صعب السيطرة على المتعاطي بهذا الوقت، كتير صعبة. بعدين عندنا المراحل الأخرى للعلاج اللي هي غير نزع السموم وغير أنه المساعدة أو تقليل من أعراض السحب، عنا التأهيل بقى، التأهيل النفسي، وتمتد أحيانا من شهور لسنوات. نعم. يعني حسب الحالة وحسب المتعاطي وحسب المدة اللي تعاطى فيها، وكثير أمور بتتدخل. يعني الموضوع النفسي هو يمكن أكبر طبعا جزء. هلأ هو الاستشارات النفسية بدها تنعمل بهالفترة، إنه هو أصلا ليش لجأ للتعاطي؟ هو على أساس إنه لا يهرب من واقعه مثلا؟ هو على أساس ليجرب شيء مع رفقاته مثلا؟ هو شو السبب اللي خلاه؟ مشكلة أساسية يعني. في مشكلة أساسية المفروض قادتها إلى هذه المشكلة. طبعاً. فهون هالاستشارات النفسية أو الدعم النفسي بدنا نعالج العامل الأساسي اللي وصله لهون. طبعاً في عوامل كتير بتلعب إنه هو صار متعاطي. إنه هي مثلاً تفكك الأسري أو الطلاق أو الإهمال من الوالدين أو تناول. ممكن يكونوا أصدقاء سوء أيضاً. ما أنا قلت لك هو بده يجرب مع رفقاته، هو رفقاته مثلاً عم يشربوا أو عم يدخنوا المادة أو عم ياخذوه عن طريق الوريد، أو هو عم يجرب، بجوز ما في مشكلة بالعيلة، بس هو مجرد إنه يعني صحبة سيئة صراحة. نعم. هي مجرد إنه صحبة سيئة. نعم. فعلاً يعني موضوع مؤرق جداً ومخيف فعلاً. لدى الأسر وشيء يعني ضايق، رغم إنه هناك تنبيهات وأيضا حملات كثيرة تقوم بها الدولة. الإدراك الذاتي هو يعني هذه أهم نقطة، قبل الأسرة، قبل ربما الأصدقاء، لأن هذا رقيب نفسه في النهاية. كيف يعني يجب على الشاب أن يضع هذا الأمر نصب عينيه، أن يدرك ما يفعل؟ هلأ هو بالبداية بالبداية هو الفرد اللبنة الأساسية بالمجتمع، بعدين الأسرة، بعدين المجتمع ككل. طبعا من شب على شيء شاب عليه. صحيح. الحقيقة يعني فنحن بالولد لازم نعطيه الثقة بنفسه، لازم نربيه على الاهتمام بصحته، لازم نوعيه، لازم نحتويه. أي مشكلة يجي يقول للأم أو للأب أو لحدا بالأسرة إنه يكون كبير بأي مشكلة بحياته، غياب الدور أو يعني غياب الرقابة الأب والأم بقلب البيت هو كتير عامل مسبب الحقيقة. نعم. لهذا الأمر. دور المدارس، الجامعات، الأهل، كلهم في مساعدة ومساندة هذا المدمن علشان يصبح أو يرجع شخص طبيعي. هلأ حتى كمان درء للتورط بالتعاطي. المدارس ولا قلت لك المجتمع بشكل عام له دور كبير من خلال الندوات ولا التوعية ولا الحملات. نعم. ولا الدعاية ولا الإنترنت ولا الحملات الإعلامية كلها عن أضرار. نعم. التعاطي وأضرار المخدرات بشكل عام كتير إلى دورة. والمدرسة بتساعد بنشر حملات. هلا يعني مثلا بأي مدرسة بتروحي بتلاقي إعلانات محطوطة، ودائما في عندهم محاضرات، ودائما في عندهم مرشد نفسي ولا مرشد اجتماعي. نعم. بالمدرسة أكيد بيحكوا بهذا الموضوع، وبتوقع أنه الأساس هو الشخص من تربيته بالمنزل. نعم. المدرسة هي
الخيار الثاني المكمل الثاني. صحيح. بس الأساس صراحة هي الأسرة والعيلة. فعلا هي رسالة أكيد لكل الأسر أنهم طبعا يحافظون على هذا الطفل لأنه أمانة وهو سلاح يا يكون معك أو يكون ضدك أكيد. في يوم من الأيام إن شاء الله أن يعني هذه دعوة أكيد لنا نحن وللأسر أنهم يهتمون بالطفل من يوم هو صغير. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. دكتورة ميساء السليمان طبيبة أسرة في مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. نورتينا. نورتينا. الله يخليكم. شكرا لكم. الله يحفظك. يعطيكم العافية. سمعت عن الإقامة الذهبية؟ والله سمعت وما شاء الله. قامت فيها الدولة للمستثمرين. طبعا هذا الخبر انتشر ما شاء الله بشكل كبير، حتى مش على مستوى الداخلي فقط وإنما على طبعا مستوى الخليجي والعربي، وكان خبر لافت جدا للإمارات. هو مو بس للمستثمرين لكن في بعض الشروط. بنتعرف أكثر على المؤتمر الصحفي الخاص بالإقامة الذهبية واللي أقيم صباح اليوم في مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. نعم طبعا تقدم هذه الإقامة لعدة فئات، منها أصحاب الابتكارات الاختراعات وأيضا الأطباء وغيرهم الكثير. خلونا نشوف معاكم هذا التقرير. بالنسبة للإقامة الذهبية، هناك إقامة اليوم نحن نفذنا بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 21/5. بالنسبة للإقامة الذهبية، الإقامة الذهبية مستثمرين وملاك عقار اللي نحن اليوم طبقناها، لكن هناك أيضا إقامة ذهبية تمنح للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتفوقين والطلبة المتميزين. بالنسبة للمستثمرين هناك شروط مالية للمستثمر 10 ملايين درهم، ويكون الاستثمار ماله قائم ومستمر. احنا شركة قائمة، شركة عائلية، الوالد أسسها الله يطول بعمره من أكثر من 45 سنة. نشأت وتربيت وتعلمت في مدارس وجامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله رب العالمين دخلت في مجال العمل بعد انتهاء الدراسة ومكملين المسير إن شاء الله. أنا بحكيها كلمة لأني أنا نشأت هون ما قبل أن يكون هنالك إقامة ذهبية، ومن قبل ما يكون صدور الإقامة الذهبية، يعني الواحد هو عايش على هاي الأرض ما بحس إنه هو مقيم، بحس إنه من أهل البلد، بحس إنه هاي بلده. عدد المستثمرين أصلاً كبير من قبل الإقامة الذهبية. الإقامة الذهبية شيء قانوني وليجالي وبيزيد الثقة في البلد وفي الإقامة فيها، لأنه الآن هم حتى عاملين فيها نص إذا انتبهت له أنه اللي من خارج البلد بيقدر يعمل إقامة دائمة عن طريق الإنترنت ويدخل ويقدم نفسه. هي سابقة أصلا يعني بدول أخرى مش موجودة. بنتحدث أكثر حول الاستثمار والإقامة الذهبية. بنرحب بضيفنا وائل فودة، مستثمر حاصل على الإقامة الذهبية. هلا ومرحب فيك. أهلا بكم، شرفتونا. يا هلا. خبرنا عن الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. والله يا ستي الكريم، الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني عنوان كبير، وإحنا عشنا بالفعل من بداية تواجدنا في الدولة. يعني الوالدي الله يطول بعمره تقريبا من 1973 موجود في الدولة. ما شاء الله. يعني بدأ في مجال المواد الغذائية والخضار والفواكه، أولها كان في مدينة أبوظبي وبعدين انتقلنا إلى دبي. ما شاء الله. فالحمد لله بفضل رب العالمين قبل كل شيء،
الدعم المتواصل الدائم من حكومة دبي ومن القادة اللي موجودين ومن القائمين على الأعمال بشكل خاص. ما لقينا في سنة من السنين إلا كل الدعم وكل بالعكس توفير جميع الظروف المتاحة الحكومية ولا الخاصة، التعاون، الأبواب مفتوحة دائما للأفكار البناءة، فيما يؤدي في النتيجة إلى أنه تطوير العمل. يعني خلال 4 عقود 40 سنة موجودين في البلد هون، من نمو إلى نمو آخر وإلى نجاح آخر بفضل رب العالمين قبل كل شيء. أهم ما يميز المناخ الاستثماري في الإمارات ما هو؟ يعني في مصداقية في المناخ الاستثماري، عندك ثقة في أنك موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، النظرة العالمية للدولة بأبوظبي، دبي، الشارقة، جميع الإمارات، في صدق، في ثقة أنك حاطط رأس مال وبتشغله من خلال العمل اللي أنت بتقوم فيه وبمساعدة الجميع. فمناخ استثماري جيد جدا بل ممتاز، والسمعة اللي موجودة للنجاحات اللي جميع الأطراف قاعدة بتحظى فيها، بالعكس بيجيب استثمارات خارجية لتكون داخلية خلال الدولة موجودة، فهذا بنمي الاستثمار الموجود داخليا وبزيده وبزيد الثقة اللي موجودة في أي واحد موجود داخليا هون، إنه حتى لو عندي مجال عمل ممكن أفكر بمجالات أخرى في التجارة، لا أنقل للعقار، أنقل للصناعة، أنقل للأمور أخرى. فالحيز واسع والنظرة الشمولية اللي موجودة واسعة، ممكن إنها تطرح لك أفق أوسع إنك تعمل شيء تنجح فيه، لأنه النجاحات أوريدي موجودة عندك. المصداقية، الأمان، ناحية الأمان دايما ذكرت لك في السؤال السابق إنه جميع الأبواب مفتوحة الحمد لله رب العالمين، عمرنا ما لقينا في مشكلة ولا في نواحي سلبية في مجالنا إلا ما كانت أبواب جميع المسؤولين مفتوحة ومؤهلين ومسهلين في شو العائق اللي موجود، شو النواحي السلبية اللي موجودة حتى يتم تلافيها، وبالعكس أفكاركم شو هي بمشاورة التجار الموجودين أو المستثمرين الموجودين، أعطونا أفكاركم، صحيح، شو اللي عندكم ممكن أنتوا شايفينه لأنكم أنتوا داخل الحدث، شو اللي ممكن يطور هالمجال في مجال الخضار والفواكه. يعني في اجتماعات دورية، في لجنة من خلال بلدية دبي ومن خلال التجار بشكل أسبوعي ولا بشكل شهري تجتمع لما فيه المصلحة العامة ولما فيه التطور الدائم اللي من شأنه أنه يعزز المكان اللي موجوده. صحيح. النظرة من قول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنه رقم واحد، صحيح، ولا نقبل أقل من ذلك. يعني حتى شوف طفلة صغيرة وقالت أنا لا أرضى إلا أن أكون أنا وشعبي رقم واحد. صحيح. وهذا الكلام معمم على الإمارات بشكل عام. صحيح. يعني فنفتخر دائما بوجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحمد الله ونشكره دائما على وجودنا. الله يحفظك. وبنعتبر حالنا يعني أكيد بغض النظر إقامة ذهبية، بل مشكورين عليها الإخوة القائمين على ذلك، بل نعتبر حالنا من أهل البلد. أنتم كذلك. الحمد لله. نعم. شو هي رؤيتك للشروط اللي وضعتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإقامة؟ والله أنا ما بسميها شروط، لإصدار، أنا بسميها لإصدار خلينا نقول إقامة، أنا بسميها مواصفات. نعم. لأنه نعم. شروط بدي أشترط عليك. صحيح. لكن أنت مؤهل ولا غير مؤهل، هذه مواصفات. نعم. عندك المواصفات هذه فمن حقك أنك يعني بغض النظر عن العمر، صار لي أنا 40 سنة 45 سنة بالبلد، ممكن في ناس حصلوا عليها من 10 سنين كانوا نعم. موجودين ولا نعم. أقل ولا أكثر، ولكن مواصفاتهم شو هي المواصفات هذه؟ إنه كوجود رأس مال، كوجود مبالغ مثلا محددة من خلال استثمارات موجودة عندكم هنا. نعم. فبالعكس يعني مواصفات عادلة، مواصفات بالعكس فيها ثقة بالناس اللي ممكن أنهم يحصلوا على الإقامة الذهبية. نعم. ليكونوا بمكانتهم الطبيعية. صحيح. فهي إعطاء مكانة طبيعية لناس مؤهلين أنهم يكونوا بهذه المكانة. نعم. وهي كرجال أعمال يعني يستحقون هذا الشيء، مثل ما ذكرت مكانة طبيعية، مثل ما ذكرت أيضا مواصفات، هو طبعا كذا فئة، هي كمستثمرين، كأصحاب امتياز، كأصحاب تمييز علمي أو اختراعات أو نعم. في إلها عدة مجالات يمكن لا أحصيها في وقتنا هلأ، بس إنه وين في متميز
وين في شيء انه يخدم البلد ويكون بالعكس يعني بناء فيها لنقاط إيجابية أخرى وتطور، ويعمل على مساندة نفسه ومساندة البلد والاقتصاد اللي موجود فيها. من حقه أنه يكون عنده التسهيلات المتاحة هاي. مشكورين الجهات الحكومية يعني أعطت الكلام هذا. أستاذ وائل، نحن نشوف ما شاء الله يعني كثير من رجال الأعمال دائما يعني يتوجهون إلى الإمارات وإلى دبي وبشكل عام الإمارات، وحتى اللي في الخارج يمدح هذه الإجراءات وهذه التسهيلات لدى رجال الأعمال. أنت طبعا عشت فترة طويلة في هذا في 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 دبي، وأيضا مارست نشاطك التجاري. نعم. ما بنحط مقارنة، ولكن يمكن المجال التجاري بالذات في كل مكان هناك بعض العقبات ربما أو بعض التحديات أو بعض الأشياء اللي ممكن تبطئ عملية سير العمل التجاري. نعم. وخاصة أن عملية معقدة وتحتاج لكذا مكان. شو هي الأشياء اللي انت يعني بالعكس كل ما شفتها كل ما يعني اثنيت عليها داخليا، وايضا ومقارنتك مع الاماكن الاخرى رايت ان هنا في تقدم كثير ومواصفات تليق برجل الاعمال؟ هي سيدي مش شغلات، هي تحديات في اي مجال عمل بتخوض فيه، ان كنت في بدايته ولا كنت واصل لنجاح قائم فيه، لابد انك تحصل تحديات. نعم. من خلال الأسواق العالمية اللي أنت مرتبط فيها. نعم. من خلال التجارة اللي بتكون فيها، من خلال كمية العرض والطلب، من خلال أمور يعني بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر. بس الحمد لله رب العالمين، يعني في كان تراجع في الاقتصاد العالمي، في الأزمة اللي مرت فيها بال 2011. نعم. في عدة عوامل بنلاحظ بشكل دائم يعني أنه ما في هبوط لمستوى العمل او لمستوى التجاره اللي موجوده في الامارات. ما في يعني، اما في ازدياد ولله الحمد، واما في ثبات استقرار، لكن اقل من كلمه استقرار ما وجهناها الحمد لله. نعم. ليش؟ لانه في تحصين، في خطه دراسيه للجهات الحكوميه موجوده بالفعل، يعني متجاوبه بالصد والرد، بالاخذ والعطاء. اذا تم كذلك، اذا تم الموضوع هذا خارجيا، ايش ممكن نأخذ احتياطات لإله داخلية. نعم. إيش ممكن نساند وندعم ونوفر جو ملائم حتى التأثير ما يكون مثلا إلا بأقل القليل. فالحمد لله الدولة واعية للمواضيع هاي وللأمور هذه، بل بتساند في أغلب الأحيان بالجهات الحكومية الموجودة، أبوابها مفتوحة دائما. نعم. أستاذ وائل، برأيك الشخصي هل الإقامة الذهبية بتجذب رجال الأعمال مستقبلا أو بالمستقبل القريب؟ يا ستي، هي دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين، السمعة الطيبة والحسنة والقيادة الحكيمة اللي موجودة في الدولة هي اللي بتجلب قبل الإقامة الذهبية. جميل. الكلام هذا متوفر دائما، يعني ما حد يسمع بدولة الإمارات بأبوظبي أو بدبي أو بالقيادة الرشيدة اللي موجودة وبالقرارات السليمة والصائبة اللي دائما تحاك فيما يقتضيه المصلحة العامة وفيما تقتضيه المصلحة العامة. هذا اللي بيجلب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، موجودة وقائمة تعزز، بلاش نقول تجلب، هي تعزز المكان القائمة واللي موجودة واللي مؤصلة واللي الكل عارفها وفاهمها. في يعني ناس مقيمة هنا أخذوا الإقامة واللي الحمد لله نحن من ضمنهم، وفي ناس ممكن كما تم اليوم بالمؤتمر الصحفي مع سعادة اللواء المري مدير عام شؤون الهوية والجنسية في دبي. متاح الكلام هذا يعني حتى عن طريق الموقع الانترنت، انه ممكن تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت وكذا، واحد برا ممكن يحصل عليها. فهذا شيء كثير جميل، يمكن بدول أوروبية مش موجود. صح. النظام وهالتكامل هذا وهالرؤية المستقبلية الواسعة. نعم. فشيء جميل جدا الحمد لله. الحمد لله. نعم. انت اللي طبعا مريت على هذه المرحله، كم استغرقت مده استخراج هذه الاقامه؟ والله يا سيدي بصدق وامانه، من بعد استكمال جميع الاوراق والمستندات المطلوبه دقائق. كل سهوله دقائق. يعني انا تفاجئت، قال لي تفضل، قلت له شو اتفضل، في شيء؟ قال لي لا جاهز، خلاص جاهزه.
وقهوانا بعد ما شاء الله ما بيقصروا. خبرنا عن المزايا اللي حاملي الإقامة الذهبية أو اللي حصلوا عن الإقامة الذهبية، شو المزايا؟ هي لم تتضح يعني في إيضاحات، يعني حتى من خلال المؤتمر الصحفي اليوم لسه بدهم يبينوها مستقبلا، ولكن اللي قدرت أفهمه أنه أحقية التملك في نعم. المجال العقاري أو المجال التجاري نعم. بدون وجود ضامن أو كفيل نعم. كما كان في السابق. ومن ناحية هذا المايك عادي نعم. ارفع شوي كمل بعد فوق تمام طيب أحقية ومن خلال نعم. الشركات التجارية اللي موجودة انه ممكن انه يقيم شركه تجاريه جديده بدون برضه وجود كفيل. جميل. يعني هالنقطتين هذول اللي متضحين على الصوره حاليا. نعم. رائع جدا واكيد ونامل في المزيد باذن الله تعالى تستاهلون كل خير. وايضا موضوع انه سنويا الواحد يروح ويجهز اوراقه مره كل سنه ويجدد. صحيح. يعني هذا طبعا طبعا شيء جميل جدا. نعم. يعني كمان ذكر سياده اللواء اليوم انه تعتبر مدة العشر سنين هي ليست بالتحديد ولكن لعملية التجديد، يعني بصيغة أخرى كما أنك عندك إقامة دائمة. نعم. يعني هي في موازاة أنه كإقامة دائمة ولكن كإجراء روتيني للتجديد ولتجديد البيانات. نعم. فهذا هو المقصود منها. نعم. سعدنا أكيد بهذا اللقاء. أنا الأسعد يا سيدي. يعني فعلا نتمنى لكم كل التوفيق وتسلم كل خير. طبعا للأستاذ وائل فودة مستثمر حاصل على الإقامة الذهبية، شكرا لك. تشرفت بلقائكم الكريم وأنا شاكر فضلكم وشاكر استضافتكم لإلي. الله يحفظك. شكرا جزيلا. ما قصرت وشكرا لكم. مشاهدينا بنروح الحين لفاصل سريع وراد لكم لبرنامج 7 على 7. خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، مستمر معكم أكيد في برنامجنا ومواضيع كثيرة تهم المجتمع طبعا وأيضا الأسرة على وجه الخصوص. موضوع مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية لأبنائهم من حيث متابعة سلوكهم، أكيد هذا أمر مهم مروة، حيث أن يعني دائما دور الأب والأم أيضا يتابعون الأبناء في المدرسة. هذه نقطة مهمة، كثيرين للأسف مدام أنه حطه في المدرسة يتركه ويخليه. يعني صحيح. نعم. الحين اليوم عندنا طبعا مبادرة. نعم خبرنا عنها علي. مبادرة طبعا المقهى التربوي ومشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية، وبيكون طبعا أن يكون ولي الأمر على اتصال دائم مع المدرسة لمتابعة ابنه من طبعا ناحيتين العلمية وأيضا السلوكية. للمزيد يا علي معانا الحين عبر الهاتف الأستاذة موزة القبيسي مؤسس مبادرة المقهى التربوي. هلا ومرحب فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا حبيبتي، خبرينا عن فكرة المبادرة أستاذة موزة. طبعا فكرة المبادرة هي تأتي من اهتمامات سمو الشيخ الدكتور شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان من خلال مناشط مركز الشيخ محمد بن خالد في دولة الإمارات. نعم. طبعا المركز هو مركز ثقافي وجمعية ذات نفع عام، هدفه نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع، وأهم قضية يجب أن نلفت لها الانتباه ويجب أن نعمل عليها في المجتمع المدني هي قضية التعليم. اليوم دولة الإمارات الحمد لله تأخذ مدار عالي جدا من الاهتمام، سواء كان على مستوى القيادة سواء كان على مستوى الأجهزة الرقابية والتشريعية في دعم العملية التعليمية. ولذلك يعني اليوم يجب أن يتوافق معهم كذلك جميع المؤسسات الأخرى لدعم هذا التوجه. ونحن في جمعية ذات النفع العام جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للثقافية كذلك يعني نشاركهم هذا الاهتمام وهذا الهم بأن نقدم أهم الوسائل والتوجيهات لأولياء الأمور. نعم. للمدرسين للتربويين كيف يمكن أن ندعم العملية التعليمية. اليوم العملية التعليمية ليست حكرا على وزارة التربية والتعليم، ولكن هناك شركاء كثيرين مع وزارة التربية والتعليم. نعم نعم. الأسر. نعم عفوا. نعم. تفضل. نروح لأهداف هذه المبادرة أستاذة موزة. طبعا أهدافها هي يعني تعزيز العلاقة بين المجال التربوي ومستوى الفكر في المجتمع مع الأفراد
اللي موجودين في المجتمع. اليوم ما في حد ما عنده أي مساهم أو مشارك في العملية التعليمية، وكذلك العملية التعليمية تحتاج منا نشر كثير من الوعي وكثير من التعاون في المجتمع. نعم. لدعم هذه العملية التعليمية. نعم. من أهداف المبادرة كذلك تبادل المعرفة والخبرات، يعني قد يكون هناك بعض المساهمات لدعم العاملين في التربية، كمثل مثل الدورات، مثل الحلقات النقاشية، مثل استخدام خبراء التعليم. نعم. لدعم هذه الفئة من التربويين. نعم. من خلال هذا المقهى وإثراء ثقافتهم وإثراء مهاراتهم. نعم. التربوية لدعم عملهم في وزارة التربية. نعم. والتعليم. شكرا لك الأستاذة موزة القبيسي مؤسس مبادرة المقهى التربوي على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. شكرا لك. يعطيك العافية. منروح لهنيدي لايف أو الستاند أب كوميدي يجوب العالم يا علي. طبعا يستعد الفنان المصري محمد الهنيدي في لحظة فارقة من تاريخ الكوميديا العربية لتقديم أولى عروضه على طبعا طريقة الستاند أب كوميدي. للمزيد نشوف معاكم هذا التقرير. مشروع جديد في حياتي، يعني متحمس له جدا جدا، اشتغلنا عليه بقالنا فترة، والجانب انه حاجة جديدة ما عملتهاش قبل كده، مش بعمل فيلم او مسرحية، لا حاجة جديدة ستاند اب كوميدي وفي امريكا بالتحديد، ففي تحدي بشكل او باخر، ولكن لكل مجتهد نصيب. قاعدين شغالين مستعدين، والافتتاح في نيويورك ان شاء الله 22/9 باذن الله. والله بالنسبة لمشاعري انا من يعني من احلى لحظات حياتي وانا قدام الجمهور بالتحديد، بشوفها في المسرح لما بعمل مسرحية أو بتاع. العلاقة دي هي اللغز في حب الموضوع بالتحديد، يعني عشان كده أنا بدأت مسرح وبحب المسرح، فأكيد مع الستاند اب كوميدي هيبقى فيه شيء من المتعة. مبسوطة طبعا أن هم اختاروني لبروجكت مهم زي ده، يا رب أكون قد الفرصة، لأنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة لي بشكل شخصي، لأن كان حلم من أحلامي أن أنا أبقى ممثلة عالمية، فيا رب تكون دي بداية لتحقيق الحلم ده وبداية لتحقيق نجاح كبير في هنيدي لايف، ومنه نقدر نعمل بروجكت أكتر ونتطور أكتر ونعمل حاجات تكسر الدنيا. بص مرعوبة طبعا، بس أنا عادة قبل أي بروجكت ببقى خايفة، لكن المرة دي الموضوع مختلف، لأن أنت بتقابل يمكن عندي صحابي من الناس كتير اللي هجرت برا وكانوا أصلهم عرب أو مصريين وعايشوا طول حياتهم برا مصر، ولكن أنا برضو لسه مش فاهمة قوي يعني بحاول أذاكر الكالتشر بتاعتهم بقت عاملة إزاي، لأنها أكيد مختلفة عن الأمريكان أو الكنديين أو أي بلد تانية هنروحها. متحمسة للفكرة أن أنا اللي رايحة لهم بمواضيع يا رب تبقى مواضيع لطيفة وخفيفة وتهمهم. ادعوا لي وادعوا لنا أن احنا نعمل حاجة حلوة تعجبكم، ويا رب بس أكون قد التجربة وأنتهز الفرصة كويس. شو بدي اقول لك، يعني كتير مبسوط مع يعني بلش اول مره بعملها، لا عملتها مع عادل يعني، بس هيدي عم تحكي وورلد وايد مع مين، مع هنادي يعني محمد هنادي شيء كبير، ومان اتس ا دريم يعني اتس ا دريم كامل ترو. كتير مبسوط. شو بدي اقول لك، تحضيرات ما في تحضيرات، انا رايح العب موسيقى مع بين البارتس اللي بين ندى وهنادي، واكيد رح نغم معهم شوي. يلا شو بيركب معنا هونيك ما حدا بيعرف، بس شوي شوي يعني تعرف انت. محاولة لتقديم ستاند اب كوميدي بشكل جديد وبشكل فيه افكار جديدة بوجود حد زي هنيدي يعني، ونتمنى ان هي يعني تبقى حاجة متميزة مختلفة. المنظمين عندهم تصور انه ممكن الحركة حوالين العالم خطبة المصريين في كل مكان دي ممكن تطلع شغل حلو مختلف، يعني يعني بشكل كبير بيخاطب بشكل اساسي المصريين، لكن بيخاطب بقيه الناس اللي ليها علاقه بمصر ومهتمه بيها. بص مش كل حاجه اقدر اتكلم عنها بصراحه يعني، بس يعني اتمنى ان هو يكون فيه الجديد اللي شغالين عليه يكون متميز يعني. محمد
محمد هنيدي أكيد معروف بأنه شخص كوميدي وايد وأنه تمثيلياته وايد حلوة، لكن الحين بروح لي علي، يوم الأب أكثر انتشاراً ولا يوم الأم برأيك؟ وطبعاً يوم الأم أكثر انتشاراً، وهذا يعني أكيد الأم لها كل التقدير، ولكن الأب أيضاً له دور كبير في طبعاً احتواء الأسرة وأيضاً استقرارها من كثير نواحي. واليوم أكيد موضوعنا عن يوم الأب، وهي مبادرة جميلة انطلقت. فعلاً هي مبادرة عزوتي. نعم. يا علي، أسعدت آباء 370 موظف في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بمناسبة يوم الأب العالمي. نعم، وذلك تقديراً وتكريماً للأب، وطبعاً للجهود والتضحيات التي يقوم بها. المزيد مع ضيفتنا كيف نتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع، الأستاذة هاجر البلوشي، عضو في فريق السعادة وإداري في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. حياك الله أستاذة هاجر. الله يحييك أخي. يا هلا فيك. الله يحفظك. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، ونبغى نتكلم أكيد ونعرف المشاهدين عن هذه المبادرة، لكن قبل أبغى أروح لنبدأ عن فريق السعادة. فريق السعادة بدوره يقوم بخلق بيئة عمل إيجابية. نعم. وسعيدة لجميع الموظفين، وأيضا نشر ثقافة السعادة في بيئة العمل ومع العاملين والموظفين. نعم. في المؤسسة. نعم هاجر، خبرينا عن مبادرة عزوتي. مبادرة عزوتي قام فريق السعادة بطرح هذه المبادرة لمشاركة الموظفين والعاملين فيها، حيث قام الفريق بتوزيع ورود وحلويات على جميع الموظفين، وخاصة ركزنا في الجزء هذا على الأبهات أكثر، من خلاله حتى ساعدنا العاملين المتواجدين المراجعين معه، ووزعنا عليهم بطايق تهاني مثل كل عام وانت بخير أبي عزوتي. دائما في مثل هذه المبادرات لازم نحتفل مع كبار المواطنين. أطلق مكتب التسويق المؤسسي بطاقة جود لكبار المواطنين، كونهم أنهم دائما فعالين معانا في المؤسسة ويشاركونا في الأنشطة المجتمعية. نعم، وين جاتكم هذه الفكرة وأيضا التفاصيل هذه اللي قمتوا فيها؟ مثل ما قلت لك أخوي علي، دائما دور الأب يكون أكبر عن دور الأم، بس الأب دائما يعني مهموش دوره. شفتوا الرجال مظلومين دائما. يعني الفكرة استوحت لجهود الأب الجبار اللي دائما تكون يعني لبناء أسرة سعيدة، ومنها تضحيات الأب، تعزيز دور الأطفال والأسرة. يعني دور الأب دائما يكون وايد جبار في الأسرة، ومنها هو يعني يضحي لوايد أشياء عشان بس يسعد الأسرة. نعم صحيح. هاجر، خبرينا عن كيفية تعزيز ثقافة احترام الوالدين أكيد من قبل الأبناء، من هذه المبادرات اللي تقومون فيها مثل مبادرة عزوتي. مثل هذه المبادرات اختي مروة تكونها مثل أشياء بسيطة تكون. نعم. بس الأثر يكون كبير على يعني الموظف نفسه أو الأب نفسه، يكون أثر كبير، ومنها يكون تعزيز دور الأب أو الأبن تجاه الأب، ومنها يكون مثل ما نقول احترام الأب، يعني يكون في مثل هذه الأشياء، يعني احترام الأب، قيمة الأب، يعني ترسيخ مكانة الأب في المجتمع. نعم نعم. أيضا نبغى نروح لدور المؤسسة في أيضا تقديم الخدمات لكبار المواطنين. المؤسسة دائما فعالة في المبادرات التي تطلقها قيادتنا الرشيدة، منها هم يعني في المؤسسة خصصنا مكتب خاص لكبار المواطنين لتسهيل معاملتهم، وحتى يعني في أسرع وقت ممكن، وحتى لهم مميزات خاصة غير عن المراجعين الثانيين. جميل. نعم. جدا. كيف يؤثر توفير الخدمات في زيادة الإنتاجية في المؤسسة؟ اختمار ودائما احنا نركز الموظف يكون سعيد في بيئة العمل. نعم. كل ما الموظف كان سعيد في بيئة العمل كل ما الإنتاجية زادت، كل ما الموظف كان سعيد ومرتاح في بيئة العمل يقدر يعطي المزيد من المزيد من المبادرات من العمل، والإنتاجية تزيد في كل بين فترة وفترة. نعم ما شاء الله مبادراتكم جميلة وبيض الوجه. شو المبادرات القادمة؟ عندنا والله ما شاء الله وايد مبادرات، وإن شاء الله في الصيف عندنا مبادرة قيض الخير اللي دائما كل سنة، هاي ثالث سنة على التوالي ما شاء الله عليكم نسويها إن شاء الله في المناطق النائية إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم لاستقبالكم ولجهودكم اللي تغطياتكم للمبادرات مؤسسة الجمر الطبيعية. واجبنا. نورتينا.
حياك الله استاذه هاجر الروشي، عضو في فريق السعاده واداري في مؤسسه الفجيره للموارد الطبيعيه. شكرا جزيلا لك على الحضور. شكرا اخي عادل. شكرا اختي مروه. الله يحفظك، واكيد مستمرين معكم مشاهدينا. بنطلع لهذا الفاصل الصغير وبعدها راجعين، خليكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، والحين بنروح للتجربة الفنية الإماراتية اللي أطلقتها مدينة الشارجة للإعلام شمس بالتعاون مع شركة أرب فورمات لاب. نعم وأكيد هذه المبادرة بنتعرف عليها أكثر مع الأستاذ خلود أبو الحمص رئيس مجلس إدارة شركة أرب فورمات لاب. حياك الله معنا. اهلا فيك، سعيدين جدا بهذا اللقاء. الله يحفظك، فعلا مبادرة رائعة وجميلة، وأمس وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام يعني كلها منشغلة بهذا فعلا الموضوع، وشفنا فعلا مقاطع رائعة تثلج الصدر. بداية ما هي التجربة الفنية الإماراتية؟ طبعا الشكر الأول والأخير لمدينة الشارقة والإعلام، الإعلام وكل استراتيجياتهم البعيدة الأمد والدائما تهتم بتطوير الكادر المحلي. فهذه المبادرة، المبادرة التجربة الإماراتية الفنية الإماراتية، هي عبارة عن تجربة لإرساء البنية التحتية لصناعة السينما المحلية في الإمارات. نعم. ومبنية على فكرة عالمية انطلقت في 2012 في هولندا، وبعدين راحت جنوب إفريقيا وكوريا، ومدينة الشرق للإعلام أخذت هذه الفكرة وطورتها مع مايكروسوفت، وشكلت أول منصة رقمية لاستقطاب الكادر المحلي وتطويره على المدى الطويل، واستقطاب الكادر المحلي في مجال الإنتاج الإعلامي التلفزيوني والسينمائي بشكل عام. فالخريجين السينما، كل من يعشق السينما، هلأ في له مكان يكون موجود فيه، وفي هناك كمان استراتيجية لتطوير الكادر وتعليمه وإعطائه المهارات والأدوات المطلوبة لحد ما نرسي أسس هاي الصناعة المحلية. نعم. أستاذة خلود، من وين جت الفكرة؟ الفكرة زي ما حكينا هي فكرة عالمية موجودة أول مرة في الإمارات، هي أول مرة، هذه أول مبادرة عربية إماراتية. هي بدأت في هولندا وكان هدفها هو ضخ الدم الشبابي في السينما الأوروبية. وانتقلت نفس الإشي لجنوب إفريقيا، وانتقلت للصين، وانتقلت لتركيا، انتقلت لعدد كثير من البلدان، وهدفها هو تطوير صناعة السينما اعتمادا على الشباب، وفكرة أنه أي صناعة نجاحها مبني على الاستثمار بالكادر. نعم. البشري الشاب. نعم، ذكرتي الكادر الشبابي، الطاقة الشبابية أكثر من مرة، ما هي خلينا نقول الخطوات؟ نحن أكيد نسمع هذا الكلام دائما، استغلال طاقة الشباب، ولكن في هذه المبادرة بالذات كيف يتم استقطاب الشاب، وما هي المراحل التي يمر من خلالها الشاب لكي نرى نتيجة في القريب العاجل إن شاء الله؟ بدأت المبادرة خلينا نحكي في شهر يناير، وذلك في الجامعات ومكان تجمع الطلاب والشباب. وبشرح المبادرة وطلب أنه كل من هو محب وعاشق ودارس للسينما، أنه هلأ فيه له مكان في الإمارات يتم تدريبه فيه عن طريق هذه المبادرة اللي هي أول مبادرة عربية إماراتية. شرط أنه يكون دارس؟ مش شرط انه يكون دارس، بس يعني معظم المشتركين هم خريجين سينما، لكن في هناك عندك دكاترة اسنان، في ستات بيوت مشتركين، لكن الشغف للسينما هو الاساس. نعم الشغف، لانه ما شاء الله يعني مثل ما ذكرتي مروه، في هناك مثلا مذيعين درسوا يمكن تربيه، وفي منهم درسوا طب. باكر بنشوف علي وياكم على فكره، علي انا دارس على فكره اعلام، لكن اقصد تمثيل. تمثيل بعد كنت في المسرح. مسرح بعد ما شاء الله عليك، مريت على المسرح وصوته حلو بعد. كل شيء. بس هي المبادره تتجاوز هذا المفهوم يعني المتعارف انه السينما هي ممثل. الحقيقه انه هي السينما اكبر من هيك، فهي السينما مخرج، كاتب، فن اضاءه، ملحن. فعندنا هذه المبادره بتركز على كافه هاي التخصصات. نعم. وبتدربها على مدى سنوات طويله لخلق هذه الصناعه. فعلا نحن اليوم بصراحه ما ينقصنا ممثلين اكثر ما ينقصنا نصوص ومضمون للسينما، هذا اهم شيء. وايضا مواهب، موهبه. نعم. التمثيل الحقيقيه. نعم. لتقنع المشاهد ان هذا حقيقه مو بتمثيل. ايضا صحيح صحيح. بالنسبه ايضا لبعض المبادرات وضعتموها ل يعني جعل الجمهور يشارك معكم ما شاء الله، اللي هو طبعا فيلم يصنع الجمهور، شو موضوع هذه المبادره؟ فيلم يصنعه الجمهور هي مبنيه على فكره انه تدريب الكادر الإبداعي مش فقط بإعطائه النظرية، لكن بمراقبته، الأخذ بيده، بأخذ بيده وهو يطور العمل ويقوم بصناعة. ففي شهر مارس قمنا بإعطاء أول 10 دقائق من فيلم
كتبه الأستاذ محمد حسن أحمد الكاتب الإمارات المعروف، ويقود هذه الفكرة أو هذه المبادرة فريق ملهم منهم الدكتور حبيب غلوم، المخرجة نهلة الفهد، الكاتب قلنا محمد حسن أحمد، وأيضا الممثل الإماراتي عبد الله بن حيدر. الفكرة أعطينا 10 دقائق لجمهور وطلبنا منهم يصوروا هذه 10 دقائق كل منهم بطريقته، واختيار الممثلين مختلفين من المنصة، واقتراح 10 دقائق القادمة للفيلم. هذه السرعة. فإحنا هلأ في المرحلة الثانية من هذه المبادرة، هذه المبادرة 7 مراحل تنتهي في أكتوبر، وبالتالي كل الفرق يكون في عندهم نفس الفيلم نفس النص هم طوروا وهم شاركوا فيه، وأيضا نفس النص لكن بممثلين مختلفين. وإحنا نرافقهم الفريق الملهم والمتخصصين عبر ورشات وتحليل ما يتم تصويره ما يتم إنتاجه لحد شهر أكتوبر، ويسمح لكل الفرق وقتها أنهم يخلصوا أو ينهوا هذا الفيلم بطريقتهم. في آخر 15 دقيقة إحنا نكون دربناهم وأعطيناهم كل الوسائل والأدوات الإبداعية. نعم. وبالتالي يكون في هناك فيلم إماراتي. فلما نحكي فيلم من صنع الجمهور، إحنا هلأ منقوم فقط في شيء واحد، تدريب الكادر وتطوير نص سينمائي لفيلم سينمائي حيتم إطلاقه في ديسمبر وحيتم تصويره في سبتمبر. إحنا هلأ فقط عم نطور نص بمقترح جميع الفرق المبادرة الفنية الإماراتية. قلتي الحين نقطة اللي هي تطوير الفيلم، خبرينا عن آلية تطوير الفيلم. زي ما حكينا إنه إحنا في فيلم سينمائي إماراتي عربي حيتم إطلاقه في ديسمبر وتصويره في سبتمبر. فإحنا بدأنا بتجميع واستقطاب الكادر الإماراتي العربي اللي موجود في الإمارات، متواصلين معهم بشكل مباشر. فإحنا تفاجأنا بدأنا بدعوة زي ما حكينا الشباب للجمهور يعني إنه يشتركوا بهذه المنصة اللي هي منصة بدون مجانية. فتفاجأنا إنه إحنا كنا متوقعين 150-200، فعندنا أكثر من 2000 مشترك، أكثر من 32 فريق سينمائي في شتى أنحاء الإمارات. فكانت وبكافة التخصصات هلا عندنا 2000 بشخص فعال. 2002 ما شاء الله. انا وعلي جايين ان شاء الله بنضم لكم. فاليوم اذا بتفكري في عندنا 32 فريق، 32 فيلم، كل واحد فيهم سوى فيلم، ووصلنا الدقيقة 20 ولازم يوصل للدقيقة 90 باذن الرحمن في شهر اكتوبر من هذا العام. عملية تصفية الافكار يعني مع هذا العدد اكيد انها تحتاج للجان ولمراحل وانتقاء، كيف بتديرون هذا الموضوع كله؟ الحقيقة مدينة الشارقة الإعلام يعني معروفة ببعد نظرها وتفكيرها الإبداعي. نعم. بالخروج عن الصندوق. فحقيقة غير أن عندنا الفريق الملهم، في عندنا فريق إداري اللي هو إدارة التجربة الفنية من المتخصصين واللي بنسميهم كوتشز اللي هم الملهمين اللي بيتابعوا جميع الفرق على الأرض. نعم. هذه الفرق ما عندها ميزانيات، هذه الفرق احنا نعطيها فقط الأدوات مثلا كاميرات مايكروفونات إلى آخره، وكل فريق لحاله لازم يثبت جدارته وبدعمنا وبمراقبتنا بورشاتنا. فإحنا كل 4 أسابيع في هناك ورشة متخصصة جميع خلينا نحكي المجتمع الإبداعي. نعم. اللي موجود عندنا 2000 شخص يدعوا لهاي الورشات ويتم. نعم. تدريبهم. وأهم شيء إنه هي فكرة إنه التدريب بالمقارنة، فكل فريق يقارن فيلم بفيلم آخر. وهناك في توجيه له، فإحنا بنقوم بتدريب الأشخاص، نعرفهم بالاسم ونعرف نقاط الضعف ونقاط القوة ومنعلمهم. وكل مرحلة أنت بتشوف فيه هناك تطور جميل جدا. يعني إحنا هلا في المرحلة الثانية، دخلنا المرحلة الثالثة. لما تشوف كل فريق المرحلة الأولى أول 10 دقائق سووا نقلة نوعية في 10 دقائق الثانية. نعم. فتصور ماذا سيحصل مع نهاية التجربة. صحيح. في شهر أكتوبر. خبرينا عن مشاركة العنصر النسائي في هذه التجربة الفنية الإماراتية. الحقيقة كانت مشاركة مبشرة جدا لدور المرأة وشغفها في مجال الإعلام وصناعة السينما بالذات. فمن 2000 خلينا نحكي مشترك، في حوالي 800 مشاركة نسائية. ما شاء الله. 40% من كل التخصصات، حتى 800 من أصل 2000. من أصل 2000. ما شاء الله. و40% من كل تخصصهم نساء. يعني إذا أجيت في عنا 80 مخرجة، عنا 70 كاتبة، في عنا 45 ملحنة، فملحد موسيقى. فبنشوف إنه هناك الكادر النسائي، وكمان التفتح العقلي والنظر لصناعة السينما بشكل يعني جميل وبشكل مهني، وإنها صناعة زي أي صناعة أخرى. نعم. إلها هناك أسسها الأخلاقية والمبدئية والإبداعية. فشفنا في هناك تواجد ودعم كبير كمان مجتمعي من داخل العائلات نفسهم. يعني نشوف لما نسوي تجارب الأداء، نشوف الأب يجي مع بنته تسوي تجربة أداء في الشارقة أو في أبوظبي أو
هذا شيء جدا مشرف وجدا جميل. جميل. ايضا يعني نبغى نعرف اكثر عن اسبوع شمس السينمائي. اسبوع شمس السينما هلا احنا نفكر انه في عندنا 32 فريق بحييهم جميعا واقول لهم يعطيكم العافيه على جهودهم الجباره. في حيكون في عندنا في اكتوبر في نهايه شهر اكتوبر 32 ان شاء الله باذن الرحمن 32 فيلم 90 دقيقه حننتقي 12 فيلم منهم احسن 12 فيلم وحيتم عرضه في سينمائيا في اسبوع اسبوع شمس السينمائي وحيتم هي تقريبا زي كانها مسابقه لدعم الشباب واعطائهم هذا التشجيع. ومن الثلاث من ال 12 فريق حيتم اختيار ثلاث فرق وحيتم اختيار 9 اشخاص وجوه جديده اماراتيه عربيه احسن كاتب جديد احسن مخرج جديد احسن ملحن جديد 9 تخصصات في هذا الاسبوع واللي هو حفل تكريم نسميهم احنا ابطال التجربه الفنيه لانهم بالفعل ابطال. خبرتينا الحين عن تجربة الأعداء اللي توافقون عليها على الممثلين وعلى الكتاب وعلى المخرجين. إذا حسيتوا أنه في شخص هو عنده موهبة ولكن يبالها شوية صقل، ساعدونا في صقل موهبته ولا تأخذون بس اللي نجح فعلا في تجربة الأعداء؟ لا حقيقة الفكرة هو تجميع الكادر وتشجيعه بإعطائه الأدوات وانه ناخذ بايده. يعني في اشخاص نساعده ونعطيه الامل والتشجيع اللازم وهذا بيجي عن طريق الورشات والتدريب المتخصص والتدريب وربط التدريب النظري بالتدريب العملي اللي هو احنا هلا عم نسويه. لما نبعثهم على الارض يقوموا بالتصوير بذاتهم رؤيتهم الاخراجيه رؤيتهم الكتابيه رؤيتهم الابداعيه لا العشر دقائق او المرحله اللي بيقوموا فيها. نعم استاذ يعني احيانا ربما استاذ خلود احيانا يمكن الواحد يعني يضع فكره معينه او صوره نمطيه معينه عن مجتمع يقول مثلا هذا مستوى الفني فقط، ولكن من خلال استقطابكم لهذه المواهب كلها كيف كانت النظره؟ هل تفاجاتم بتنوع المواهب ايضا بتميزها وايضا باحترافيتها؟ كيف رايتهم مستوى الثقافه الفنيه العامه لدى الشباب؟ حقيقة أولا نرجع لمدينة الشرق للإعلام. الشيء اللي أنا أول شيء يعني لمسني وأعجبت فيه جدا هو الثقة الموجودة في هذه الهيئة بالكادر المحلي. فثقة المسؤول وثقة المستثمر مهمة جدا عشان لإعطاء الكادر المحلي ثقة في نفسه. فكنا نفكر أنه حيجي يعني كم من الممثلين، لكن حقيقة سوينا تجارب أداء كان عليها في عندنا أكثر من 600 ممثل حاليا نعرف موجودين. يعني في هناك فكر زي كنا احنا بنشكل ايجنسيز وكالات محليه لتطوير هدول ال 600 كاتب. في عندنا ال 600 ممثل، في عندنا اكثر من 220 كاتب بنعرفهم بالاسم وبتم تطوير ورشات متخصصه لتدريبهم وتدريبهم كمان بمعرفه عملهم، لانه كل كاتب عم يقترح نص، في هناك فريق من يقراوا هذه النصوص ويقيموها ويشوفوا كيفيه تطور الكادر في كل تخصص من التخصصات. على فكرة عقب فترة علي بيتصلون وياهم المخرجين والمنتجين علشان يساعدون والمنتجين عشان يوفرون لهم علشان توفرون. مرحبا بهم. هذه الثقة موجودة من مدينة الشرق الإعلام بالكادر الموجود عندنا لأنهم شباب مبدعين جدا، شباب جادين، شباب كلهم يشتغلون بعد دوامهم من الساعة 6:30 ما شاء الله ولا 12 للواحدة ولا التنتين، بعد صلاة الصبح تشوف بعض الشباب دوام ما شاء الله. بالضبط. مثلا المرحلة الثانية كان في عندنا في النص شجرة الغاف في من خمس مشاهد كان من تسع مشاهد كان في خمس مشاهد. فخلال شهر رمضان نزول الفرق كل فريق فكر وين شجرة الغاف اللي هو يحبها اللي هو يمثلها فيروح يصوروا في الصحراء اللي في أبو ظبي اللي في عجمان اللي في الفجيرة. حقيقة شيء مشرف وجميل. يعني نفكر إنه الجانب الدعم المادي هو مش الدعم التشجيع الأساس اللي بيحبه الكادر. صحيح. هو الثقة، إعطائه الثقة والتدريب والأدوات وهذا هي سمة مدينة الشرق الإعلام. أنا بتشرف إني أشتغل معهم. موضوع الحرية أن شخص يمتلك الحرية في التعبير وحرية في التصوير وحرية
الحرية في التمثيل يبدع الإنسان وخلق المسؤولية الداخلية عنده. يعني فعلا. في النهاية إحنا مجتمع إسلامي عربي محافظ. إماراتي، فكمان الاعتزاز بتقام فتنة والاعتزاز ويعني نرحب بكل شيء حلو فينا، يعني مش بس نقلد الشيء الغريب صحيح. عنا في أشياء كثير حلوة فينا، هاي نشفنا في عنا مبدعين، في عنا شباب بكل التخصصات، فقط بدهم من يأخذ بإيدهم ويدربهم، والحمد لله إن شاء الله هذه التجربة تستمر صحيح. بالنجاح اللي إحنا فيه بإذن الله تعالى. هل هناك في تصور برأيك من بعد هذه الخطوة ما الذي سيكون إن شاء الله من مبادرات مستقبلية؟ أتمنى وعند الثقة كمان مرة برؤية مدينة الشرق للإعلام بأنه هذا حتكون نقطة تحول في صناعة السينما في الإمارات، وخلينا نذكروا أن الكلمة هاي نحطها بإذن الرحمن إن شاء الله. وهذا اللي صار في البلدان الأخرى اللي هو تشكلت دم جديد لصناعة وتم إدخال كادر إبداعي لصناعة السينما في كل هذه البلدان اللي كانت فيها المبادرة. نعم. وأنا باعتقادي حيكون نفس الشيء في الإمارات بإذن الرحمن. في المبادرة هل في فئات أو شروط للعمر، يعني من عمر كذا لعمر كذا، ولا مفتوحة لكل الأشخاص وكل الأعمار؟ مفتوحة لكل الأعمار، لكن من هو دون 18 في هناك موافقة من الأهل لازم تيجي. من وين؟ لأن الأطفال لهم مواهب عظيمة يعني. في سينما الأطفال في عنا عدد كبير من الممثلين اللي اكتشفناهم صحيح. من هذه الفئة اللي خلينا نحكي نعم. سينما الطفل في الشارقة وسينما الطفل في الإمارات. نعم. بالعكس أنا أتوقع أن أهم مرحلة لاقتناص الموهبة هم الأطفال. صحيح. لأن هذا الطفل سهل. يعني سهل تطويره وسهل تعليمه. صحيح. وبغض النظر يعني اليوم ما شاء الله في صح منهم من كمل بروحه، لكن الطفل اللي صقل من خلال مثلا المؤسسات صار مبدع أكثر لأنه توفر الأدوات عنده بالضبط. صار واعي جدا وأصبح في عمر 20 اللي هو المفروض محترف. أو 18 سنة نعم. اللي هو الحين المفروض يبدأ هو محترف وبروفيشنال بالضبط. وفكرة كمان إنه خلق شركات ناشئة، يعني صح. احنا هلا عندنا شباب زي حكينا منهم عمرا تحت ال 18 بس قليل جدا، بس كل من هو هلا ضمن في الجامعه او تخرج من الجامعه او تخرجوا من الجامعه في الاعلام او في مجال السينما ما كان في مكان يحتضنهم، فوجود مكان يحتضنهم ووجود يعني فكره تحويل هذه الفرق، هلا احنا عندنا 32 فريق، هدفنا ان هذول يكونوا مئات والالاف الشركات في مجال السينما والاعلام اللي مش موجود حاليا عندنا، انه تحويل الفكر من كونها فقط موهبة لكونها مهنة. نعم. التجربة الفنية الإماراتية عقب سنة بالضبط وين تشوفينها؟ إن شاء الله أشوفها كجميع مبادرات مدينة الشرق للإعلام، هي مبادرة طويلة الأمد وحتكون أساس نشوف هناك خلينا نحكي المواهب اللي استقطبناها كموهبة حنشوفها احنا ناخذ بايدها الى يد المهنيه ونشوفهم مواهب موجوده سواء في مجال الكتابه او الاخراج او التمثيل في صناعه جديده بوجه جميل يمثلنا باحلى شكل باذن الله تعالى. نحن اكيد سعيدين جدا بهذا اللقاء وفعلا يعني نشكركم على هذه المبادره، ونشكر اكيد كل المؤسسات الكبيره في الدوله اللي تقوم باستقطاب مواهب الشباب لانهم فعلا أساس المجتمع، هم المستقبل. شكرا لك الأستاذة خلود أبو الحمص رئيس مجلس إدارة شركة أرب فورمات لاب، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، نورتينا. شكرا شكرا لكم. شكرا. وأكيد مع هذه الفقرة مروة نقول لكل الشباب هذه فرصة، وأكيد الواحد لازم يقتنصها ويتميز، وكل واحد عنده مواهب لكن فعلا. من التجربة يكتشفها صحيح. وهذا الكلام اللي كنا نقوله أنا ومروة قبل البرنامج فعلا. تقول التجارب طلع فعلا طاقات ما كان يتوقع الشخص من نفسه، وهذه فرصة أن الواحد يجرب كل الفرص المتاحة أمامه. صحيح. وصلنا الحين لختام حلقتنا لليوم يا علي. نعم. مشاهدينا تريونا باتشر في نفس الموعد وفي أمان الله. في أمان الله.